هناك عناوين رئيسة للتعاون الذي نريده، هو تعاون اقتصادي عملي في مجالات في قطاعات محددة. تحت هذه العناوين تعاون اقتصادي، تعاون تجاري، استثماري، سياحي، ثقافي، عديد من الاتفاقيات التي وقعت والتي نعمل على توقيعها. أيضا اليوم كانوا الاتفاقيات في مجال إنشاء المدن الصناعية، حماية المستهلك، المجالات البيئية، المجالات الشبابية إلى غيرها. بحثنا التطورات الإقليمية، ركزنا بالطبع على القضية الفلسطينية، قضيتنا المركزية الرئيسة والأولى في ضوء التدهور الخطير الذي شهدناه في الأيام الماضية نتيجة العدوان الإسرائيلي الذي أدناه على جنين، والذي نحذر من تبعاته، والذي نؤكد مرة أخرى أنه دليل آخر على عبثية المقاربة الأمنية لمحاولة إنهاء التوتر وتحقيق الأمن والاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة. قلنا ونؤكد اليوم أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار هو إيجاد الأفق السياسي الحقيقي باتجاه تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين. العلاقة الأردنية العمانية تلامس كافة المجالات يعني بدون استثناء، إن كانت اقتصادية، تجارية، استثمارية، سياحية أو ثقافية، علمية، أو تبادل خبرات فنية في مختلف التخصصات. لا شك أن القضية المركزية هي مثل ما ذكرتم هي القضية الفلسطينية، وأعتقد الموقف واضح تماما لدى الجميع من الأهمية الاستراتيجية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، حتى تنعم منطقتنا وينعم العالم برخاء هذه المنطقة واستقرارها.